مشروع المدارس الحقلية من أحلى المشاريع اللي أنا اشتغلت فيها، زود الاتصال بيني وبين المستهدفات لأن أنا كنت كل أسبوع معاهم. أتمنى أن المشروع يتكرر في كل القرى لأنه من ضمن المشاريع الناجحة واللي الناس مستفيدة منه. الناس كانوا مستجيبين جدا معانا وتعلموا حاجات كتير وطبقوها في حياتهم. أنا تعلمت من الفصل الحقلي اللي أنا ما اختبش بنات، وطبقت يعني إن أنا ما اختبش بناتي. تعلمنا العوكادين وجابت محصول حلو كتير وبيا فرحان بيه. والحمد لله رزقي زاد في البي تي اس، حياتي اتغيرت وأنا اتغيرت من نفسي، اتغيرت من جواي. وما نسيناش الفصل الترفيهي. فأحسن وقت الناس لما ابتدت تحصد المحصول بتاعها اللي تعبوا فيه السنة كلها وشافوه بعينيهم وهم بيحصدوه، وعرفنا ان ازاي نزرع الزراعة الصح عشان خاطر احنا نكسب اكتر، واحنا برضو اللي استفدناه اما نوصل الناس تاني معانا في البلد. كان نفسنا المشروع ده يكمل معانا سنة واتنين، بس هم قالوا خلاص كفاية كده عشان في ناس غيرنا تستفيد. احنا هنجر الدرس مع بعضينا. النهاردة درسنا عن العسل وإيه هي فوائده؟ قالت الزوجة هذا صحيح. بصراحة ما لقيتش مصداقية زي مصداقيتنا في مؤسسة رؤية حياة. أول مرة تحصل إن إزاي ست في محو أمية بتقعد على لابتوب وتعرف تقرأ وتكتب عليه. أبويا كان هيقع في مشكلة وهمت على وصل أمان لواحد إن هو بيع له الأرض مش متأجرها، مسكت الورقة وقريتها. التعليم فرق معايا وابويا مبسوط بيا. انا بشكر مؤسسة رؤية الحياة ان هي علمتني القراءة والكتابة وحق ابويا ما ضاعش. وفتح مشروع ما كنتش ما اعرف احسب، والوقت الحمد لله لما اتعلمت ما احسب لنفسي يعني. ايه شطورة دي، حقنة لقيتها وانا ماشي في الشارع رحت خدتها. جيت هنا نادي الطفل اتعلمت ازاي اساعد امي والون حلم وارسم حلم. انا وصديقي كمال عملنا الرسومات والسنارات والغسالة والتوك توك وكنبة الانتريه واغسل ايديا بالصابونة والمية، واول ما اقوم من النوم استخدم الفرشة والمعجون. احب اقول للناس اللي علمتني شكرا. الف شكر. شكرا. 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 شكرا.